في وقت غير السياح الخليجيون وجهات سفرهم في الأعياد، يصر خالد وعائلته على تمضية عطلة عيد الفطر في لبنان. التوترات أثرت كثير على كثير من البلدان العربية ومن ضمنها بيروت، ولكن ما زلت أنا أرى بيروت يعني آمنة كثير، خيارات فيها كثيرة، أرتاح كثير فيها، عندي مجالات للأولاد أنهم يستمتعون بوقتهم. أنا أعتبرها من البلدان الآمنة حاليا. نجوم الغناء الذين افتقدتهم الساحة اللبنانية في السنوات الماضية عادوا ليحيوا حفلاتهم هذا العام في ربوع الوطن، وموسم الاصطياف انطلق بأكثر من 40 مهرجانا تلف لبنان من شماله إلى جنوبه. نحن كثير مبسوطين أنه رجعوا الفنانين يحيوا حفلات بلبنان، وبس مش كل العالم أكيد حتى تسهر لأن الوضع الاقتصادي بالبلد ما بيسمح لهالشيء. عم نحاول نحن ننبسط، نحن نبسط حالنا، نبسط العائلة، نبسط الأهل، أكثر من هيك ما في. فنحن مدعوكين بالحرب، صار عندنا شوية تحضيرات، يعني كيف بدي أقول لك، نحن بنضلنا على ستاند باي، عرفتي كيف، خبرة. إلى الأسواق أيضا عادت الحركة بعد أن لامست الحسومات 70% في محاولة لإنعاش الوضع الاقتصادي وتشجيع المواطن على الشراء. اشتريت صباطين جداد وجبت لأحفادي كمان التياب وwe are fine. يا ريت يضل الأوضاع الأمنية مستقرة هيك لنضل نجي ونستفيد من العيد. وللحلويات في العيد حصة الأسد يتهافت عليها الصغار والكبار منذ ساعات الصباح الأولى. كرسي الرئاسة الأولى شاغر منذ أكثر من عام، ولبنان المضطرب سياسيا يبدو اليوم هادئا أمنيا رغم التوترات التي تشهدها حدوده بين الحين والآخر. رينا دويهي، العربية، بيروت.